انا ندمت حمدي على خروج من الزمالك ولا ايه؟ خصوصا بعد اللي كيف ترى هز الجيتر وقالها واصله في الشامبيونز ليج بريكديه كوره معناها. لا عمري ما اخوي عمري ما اسمعني عمري ما ندى في حياتي اني خاطر اني راني خذيت القرار واني حبيت نعمل كيك خاطر حسيت روحي عديت معاه مع مين واني تبارك الله مع عامين راني هزيت 4 تترويات في الزمان مع البريس كلوب صحيح بديت احسبهم عام ونص مشيت 6 شهور الاولى 6 شهور الاولى مشيت وقت الزمالك تمر فتره خايبه على الاخر تصور اخي بفتره تشوفها في حياتك كملنا وقت الرابعين تصور اني مشيت لهم في الكلاسمون 80 كملنا الرابعين وهزينا كوب وقت عامله بيه الكاف اللي هزيناه عام الجاي وهزيت معاهم هذاك السوبر مصر السعودي وهزيت معاهم كوب اخر معناتها هزيت معاهم 4 تترويات نسمى فهمت فهمتك. وحتى كي مشيت غادي وقت ما يكذبش عليك السنه معناتها اني شنو الحاجه لما غادي خلتني الاكثريه باش نخرج وكل شيء التصرفات من بعد تقلبت فهمت مانيش كي العاده كل شيء معناتها وصلت نحس روحي اللي اني مصري مانيش معناتها جوار اترونجي في الزمالك كان فما حتى ممكن احترام حتى يجيك يقول لك نعاود الكونترا ولا نحكي معاك ولا الناس معناتها انا عرفتك المقدم واحد خاطرني كان جات وقت الوضعيه نتاعي معاهم باهيه كمسؤولين وكاداره كنت نجم نقعد في الزمالك كيما ترى علي معناتها علي تبارك الله طبعا عنده 7 سنين وست سنين في الاهلي فهمت ما خرجش ما عندهم ميزاك يعاود الكونترا فهمتك. وين يا خويا ما كنتش كان تجبس راني شوية على منوع لقيت الفلوس. اني منوع خويا راني مكجورات راني كي نبدا في مخي راني مانيش مرتاح ما عادش نجم نعطي الوضعية فهمت خاصة بك أنت كهو محمد والملاعبين الكل. لا ملاعبين الكل ما اسمعني اني وقت الكونترا نتاعي في ليزيترونجي خاطر اني وقت اول واحد في ريت ليزيترونجي اللي جاو كي مشيت لمصر الكونترا اللي مشيت بيه اني لمصر وقتها في ليزيترونجي نتسمى اكثر واحد مازال وقتها ما دخلش فهمت. تربيه الشيخ في فهمت من بعد شو صار وقت جابوا مثال كي جا الفرجاني وجابوا بوطيب وبيراميدز ولات تجي في برشا جورات وكل شيء فهمت المشكله اللي صارت لي من الاول لا محمد رسول الله صارت لي مشكله بتاع بنتي في القرايه صارت لي فصل الكهرباء معناتها وصلوا غادي يفكوا لي الكهرباء تصور الكهرباء ما الاوراق نتاعها ما نجمتش معناتها كيما نقولوا نرخصها خاطر غادي في مصر صعيب باش تعمل اقامه ما فما حتى راهو على فكره فما حتى ترونجي عنده اقامه في مصر ما فما شنو؟ ما فما حتى جوار اترونجي عنده اقامه في مصر فهمتك اي دونك الحكايه هذوما اثروا شويه انت حاب ان اللقاء باش تكون واضح حبيت تكون السالير نفس القيمه نتاعك نتاع لاعبين اجانب اخرين في الزمالك كيما اللي جاوا جدد ممكن هذيك حاجه من الحاجات الحقيقه خاطرني وقت الحقيقه في البريود عاطي معناتها روندمون طياره على الاخر فهمت وحكاوا معايا قداش من مره كانوا معايا قداش من مره معناتها اللي يعني معناتها باش نبدل الكونترا وكل شيء وبعد ما صارتش كانت الظروف هذيك ودون الحاجات هذوك اخويا بعد وصلوا راهو شبيك راني وصلت معناتها 5 شهور راني ما خلصتش لا كري لا حتى شيء راهو واحد اترونجي صعيبه راهو في الظروف هذيك امبوسيبل نتصور انت حتى الجوار اترونجي لنا ما يلقاش الظروف في تونس في اي جمعيه كبيره باش ينجم يعمل كيك اخويا نفس الحاجه هذيك انت العام الاول كي مشيت كنت تقريبا الستار الاول نتاع ليكيب بعد كي جاو الاجانب الاخرين حسيت الاهتمام ما عادش كما كان من الاول لا والله لا جمله ما عندها حتى قيمه هذيك حتى قيمه وعلى فكره راه وليت لي زيترونجي زاد اللي يلعبوا حتى تو في الزمالك عندهم مشاكل راه تو بوطيب ديجا فسخ الكونترا نتاعو ما سمعتش بيه اي طيب كان معناتها معناتها كاسم معناتها كجوار مغربي وكل شيء كبير زاد فهمت الفرجاني زاد صار معناتها صارت له زاد مشاكل نتاع فلوس كيف فهمت مش حتى فلوس ما هي وقت البريود هذيك وقت خايبه برشا فهمت البريود نتاع اول العام وقت مرينا ب3 شهور ولا شهرين خايبين برشا فهمت. الفيديو اللي خرج مرتضى منصور بعد خروجك قال فيه برشا كلام عيب في حقك حمدي خممتش تشكي تعمل حاجة رياكسيون والله يعني اسمعني يعني عليك شفتني ما لا عمري رديت عليه لا جاوبته لا حكيت عليه لا شيء الحقيقة أني كنت نحترمه برشا هو برشا ناس راهم يعرفوش راهو مش كيما تشوفه في الفيديوهات وفي الواحد كيما تشوفه في الواقع راهو إنسان آخر يتبدل كومبليتمون يولي لك نوع آخر يضحك ويفدلك وكل شيء فهمت
هو ما كان نوعك اللي يسمع برشا معناتها يتصنت برشا العباد ويجي يقول له هذاك منه والاخر معناتها هو حمدي يحكي عليك وشنو وش بدهم معناتها فهمت. الحمد لله اخويا كنت نضيف هو معناتها انت تعرف برشا كان تدخل زاد فيديوهات عاملهم على برشا جوارات فما حتى جوار هو يوصل يعمل مشكله مع الزمالك والحكايه وما يخش يتكلم علي اخر واحد كهربك شفته شو عمل فيه معناتها شفته أمين أنا أخوي جاوبته بالقانوني ما تخبيت حقي أخوي واحد بالقانون خليت المحامي بتاعي يخدم أخوي خدمته وحتى كي مش يجاوبوا يجاوبوا ما ندخلش فيهم الحكاية هذوما تلاعب الكرة ولا على بالي أخوي وحتى جبت حتى حكاية وكيل لاعبين نبيل أبو زيد 140 دولار كيف كيف قاعد يسالك شنو حكيته؟ فماش منها هذيك هو هو المانجير هذايا ماهوش تبعني جملة معناتها يعني حتى كي مش نعطيه فلوس مش نعطيه له معناتها كي نقولوا نحن عباره صدقه فهمت خاطر المانجر هذا ما بين الزمالك وما بين نجم الهلال الساحلي معناته وسيط على نادي الزمالك كلمني يعني خاطر يخدم مع الزمالك فهمت معناتها يعني مش المفروض نعطيه فلوس وبالعكس اعطيته فلوس وحتى الحكايه هذيك وقت اللي وصلت فما مانجر اخر ممكن تسمع بيه اسمه شادي هادي نصور كان يسمع بينا تو يحكي لك فهمت أي. هذا يا خويا لا 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 محمد رسول الله يخدم كان يخدم على نبيل ابو زيد فهمت يخدم على نبيل ابو زيد وقت اخويا وصارت لي وقتها مشكله بعد هو وقتها حب ياخذ كما قلنا احنا 10% من الكونترا يعني حكيت معاه كواحد معناتها حكيت معاه كما قلنا احنا في اللوجيك معناتها قلت له كان انت جيت المانجر نتاعي ومصحى معايا تاخذ 10% تاعك كيما اي مانجر اخر في العالم فهمت فهمت اما هو وقتها كان من الزمالك معناته خذا من ليتوال وخذا من الزمالك وخذا مني وكان مازال يحب فلوس اخرى معناته